وفي شأن الاقتصادية العام 2013 في تونس، سجل فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد هبوطا بنسبة 4.33% في مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية تيناندكس. وحسب ما أكده المدير العام لبورصة تونس محمد بشيو، فإن ذلك يعود إلى عدة عوامل، من بينها شش الوضع السياسي والأمني واختلال التوازنات المالية الذي تجلى من خلال عجز ميزان المدفوعات الخارجية وعجز الميزانية، فضلا عن التخفيض في التصنيف السيادي لتونس عدة مرات من قبل وكالات الترقيم. كما فسر المدير العام للبورصة هذا الانخفاض بتنامي عزوف المستثمرين الأجانب، خاصة خلال سنة 13 و2000، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.